السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا في هذه لا فيديو جديده. اليوم ان شاء الله غادي نطبقوا شي حاجه اللي هي زوينه وكتاقلم مع ظروف الجائحه، واللي هي يعني كاين بزاف المناطق اللي فيها الحجر الصحي وممنوع مدينه تمشي عند مدينه، مدن الكبرى كلها والشمال وديك الشيء فين مولفين نمشيو كله مسدود. جاتني الفكرة أنني ندير السياحة الداخلية كما قالت لنا الحكومة. غادي نصايب واحد الشكل زوين، غادي ندير فيه قليصة تحت واحد القيطون، غيجي بحال شي بيت يعني خيمة، وغادي ندير فيه صالون ديال الغوطان سانتيتيك، وغادي ندير مسبح يعني بيسين السطح، وغادي ندير قليصة يعني طبيلة باراسول الشمسية، ونقدروا نجلسوا فيها وناكلوا فيها. المهم كاع داكشي اللي في المينياتور، داكشي كامل اللي في المينياتور، داكشي اللي في الصورة المينياتور كله عاد غنصايبوه. غاتمشيو فين بقاو معنا باش تشوفوا كيفاش درنا له. إلا عجبتكم الفكرة ديروها حتى نتوما، وعلاش لا، وما تنساوناش داكشي واللعيبات نقولوا دائما وديسلايك لا. يلا تمشيو فين. أول مرحلة في هذا لاميناجمون ديال هذا السطح ولا الإصلاح ديالو ولا تحسينه باش يمكن له يكون صالح اننا نجلسوا فيه، اول مرحله غادي نديروا اون بيسين مسبح، لان المسابح مسدوده راكم عارفين، ومع الوباء مازال منتشر وداك الشيء خص الواحد يدير شي فضاء في الدار اللي كيرتاح فيه وبوسائل بسيطه. المهم غنبداو بالمسبح هو الاول. غادي نديروا في هذه البلاصه هذه اللي خاويه، انتم كتشوفوها نظفوها مزيان، وعاد نظفوها مزيان ومن بعد نحطو فيها لابيسين ونمونطيوها. بقاو معنا نتوما تشوفو كيفاش. هذا حيت قديم، هاد لابيسين قديمة من 2014 باش شريناها وكنديروها كل عام. كنلقاو فيها بياسات كتقطع، ملي كنطويوها ونخبيوها كتقطع. دابا عندها فيها واحد التقطيعة ها هي، وفيها واحدة أخرى ها هي، غنديرو لها بياسة بحال هادي. هادي راه درناها هادي عامين باقا مزيان، غنديرو لها هكا بياسة ونسدوها. كنحكوها شويه بكارط الحرش من الجناب وكنديروا لها الكولا، نخليوها تنشف شي شويه ولصقوا عليها البياسه. See that it's a lie.
Guess we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. من بعد ما سالينا المونتاج ديال لا بيسين الصح ديالنا غادي نعمرو بالماء صافي غادي نخليه كيتعمر ونمشي للمرحله الثانيه نخليوه هنا المرحله الثانيه غادي نديرو واحد الخيمه هنايا هي فيها 4 متر على 3 متر اكثر من 4 متر يعني مغطيه من الجوانب كاملين جايه بحال شي بويت غنديروها في الجانب الاخر جيو معايا نشوفوها هي ما غنوري لكمش كتمونطا لان الناس اللي مونطاوها لي اللي جاوا من كيتايا جيون ما بغاوش يبانوا دونك خليتهم حتى ركبوها كلها عاد غنوريها لكم راكبه هذه هي من الداخل دابا غنجفوا لها هنا باش المهم كطلعنا منظر زوين من هنا ومن هنا يعني منظر يا سلام هائل كل اليوم علاش درتي ديك البيدوزات بيدوزات علاش درتي درت هنا واحد السي الياس ولدي هو اللي كيسول حشمام درت هادو ديال الماء خمسه هذه ديال 5 لتر معامره بالماء ودرتها في هذا مع هذا السلك شديتها هنا باش لا كان الريح وتحركات ما تطيرش في القناه يعني بربعه هذا هو درتهم في القناه بربعه هنا وهنا وليه وهنا وهنا غادي ديري الزربيه المهم هادو غيتغطاو بالصالون ديال لوغوتان سينتيتيك ان شاء الله ما غايجيوش باينين غيكونوا مغطيين دابا غادي نفرشوا غادي نديروا ان صالون ديال لوغوتان سينتيتيك يعني القصب الاصطناعي ماشي القصب الطبيعي واللي كيتباعوا في لي غروند سيرفاس كيتباعوا في مرجان كيتايا جيون في ايكيا في لي غروند سيرفاس تقريبا كاملين مي كيتباعوا بواحد الثمن عالي بزاف على الا دفعتوهم يتصايبوا عند الشخص اللي كيصايبهم حنا في الرباط عندنا كيتصايبوا في الولجه واحد البلاصه سميتها الولجه وغادي نوري لكم السيد اللي صايبت عنده فاش جاب لي هاد الصالون هذا لهنا غادي نوري لكم توت الوغ فاش جابوا لي يعطيكم شويه د المعلومات وإلا بغيتوا عجبكم غندير لكم حلقه خاصه عنده ماشي اشهار ولا شي حاجه يعني غير معلومات لكم وصافي يعني انا ما رابحين والو من هادشي رابحين والو منها ماشي شي اشهار ما نقص لي عليها الثمن ما والو انا صافي ساليت وجاب لي الصالون وكلشي حتى جا لهنايا عاد باش قلنا له بلي عندنا اون شان واش بغى يبان وديك الشيء فاش جاب لي داك الصالون قلت له انا عندي قناه وقال لي يمكن لك ديري لي زعما دعايه وهذا الا عجبهم الناس يجيو عندي الا بغيتو المهم دابا غادي ندوزو نشوفو الصالون باش نجيبوه من عند السيد ونزلوه في الباب نهضروا معاه شويه ومن بعد نجيبوه نفرشوه بقاو معنا Thank you.
بدا كيتعمر تعمر لابيسين ديالنا طلعنا دابا الغوطه ها هو وغادي ندخلوه وغادي ندخلوه في الله اكبر نخليو الاذان يدوز ومن بعد ندخلوا
If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Ndira fiha jouj ديال لي كوش كلها مدوره بجوج لي كوش. الاولانيه هذه ديال لا موستيكار باش ما يدخلوش الحشرات، وهذه كتحجب الضوء والريح وكل شيء، يعني فيها جوج. إذا ما كانش كاين الريح وحيدتي هذه تخلي لها موستيكار فكان بالليل، وكل حيط كل جهة كتفتح بسنيسلات بجوج. دابا غادي نفتحوها كلها نشوفوا. الناس ديال كيتايا اللي ركبوا الخيمه ما بغاوش يبانوا ونساو الكاسكيطه ديالهم، خلاوها سوفينير. الا كانوا كيشوفوا هذا الفيديو يرجعوا ياخذوا كاسكيطهم. هذه بالنسبه للوف بالونسوار، راه هي هي كما كتشوفوا. خاصها ضروري داك لاوس ديالها باش تجي حبار، باش يمكن بنادم يجلس عليها ويتبالونسا. انا مصايبه حيت مصايبه ليش طابيسي ما عرفلهاش، وانا مصايبه نعمرها بلا وات ومصايبها كيف ما غادي تشوفوا معنا. وهاد لوف هاد قياشة غادي درت لها هادي، مازال ما كملتهاش، دابا نكملها من بعد ندير لها البوطونات بارتو بارتو. دابا غنديبانيها باش نسالي لكم الفيديو. دابا نكملها شي هكذا. دابا غنوريكم النتيجه النهائيه. غير كنطلعوا للسطح من هاد الدروج هادو، النتيجه هي هادي. اجيو معايا، هنا كاين البيت ليكم، وهذا دور مفتوح من 4 ديال الجهات وكيتسد كله من 4 ديال الجهات. كليسه نتوما كتشوفوا الصالون ديال الغوتان سانتيتيك. عندنا لابيسين هنايا، هذا كانت هذا قدام الغوتان. بعدا هنا كاين هذا لوف، هاد البيضه، البيضه زعما نص بيضه هي في الحقيقه، البيضه اللي هي كطيش. هنا كاينه لابيسين الدراري صغار ولا حتى حنا نعوم فيها، حتى انا نتبرد. وهذا دابا مع يعني ما كاينش المسابح، شخصي ما كاينش المسابح العموميه، ما كاينش باش ايفيتي البحر الزحام الزحام وداكشي. هي فعلا دونك حتى البحر ما نمشيولوش كل نهار، واخا هو قريب ما نمشيوش كل نهار. دونك نتبردوا هنا، والماء كيسخن من الشمس وراه كيهز بزاف. هذا راه العلو ديالو تقريبا شي 85 سنتيمتر،
3 متر 89 يمكن غير نسيت شحال العلو هما العلو انتما كتشوفوا كيجيني حتى هنا وفيه 4 متر في الديامتر في القطر ديالو ماشي الشعاع كاين 4 متر في اي اتجاه راه كبيبر وكاين الطلة هذه يعني كنطلعوا على هذا المنظر هذا زوين وكاين واحد الكليسا صغيره قدنا فيها 4 د الكراسي حيت حنا هي 4 بينا هنايا مع الباراسول صافي هادشي اللي كاين الا بغينا ناكلو شي حاجه ولا كاين تما وكاين حتى هنا هاد الصالون درت فيه طبلات كبيره على اساس جات بحال سالامونجي في الصالون وكاين لاشين على ود الموسيقى وكاين ما بغيتش نبان لكم موسيقى حيت كوبي رايت راكم عارفين والتلفزيون ايضا الا بغينا نطلعو كنا طلعناه ورجعنا نزلناه حيت هاد يومين الشتا كطيح بالليل وصافي هادشي اللي كاين اذا هادي هي لا ترانسفورماسيون اللي درنا ما تنساوش ديروا لنا في التعاليق واش عجبتكم هاد الفكره اللي درنا في السطح وكنتمنى تاخذوا منها الا عجبتكم تاخذوا منها فكره نتوما وتصايبوا السطح ديالكم ما يبقاش ضايع دابا مع السهدو هذا ما يبقاش غير مستعمل بالعكس تكون هادي هجره نحو السطح او سياحه داخليه ديال بصح سياحه داخليه داخل المنزل وهذا مكان الوغ ما تنساوش ديروا لنا لايك وشير وسبسكرايب وكل شيء داكشي راكم عارفينه سورتو لايك باش تشجعونا واشتركوا مع تشاطروا مع الاصدقاء ديالكم وكل شيء وبسلامه على فيديو بروشين Show.